اخوي ان انا متواجد النهارده في وسط مشروع قومي هيخدم الشعب المصري كله بالكامل، زي ما كان فيه قبل كده قناه السويس اللي هي القديمه. النهارده بيبقى فيه حفل لقناه جديده. اعتقد ان كمان بعد ما شفنا النهارده الفريق المهاب وبيشرح، كمان الواحد بقى فخور ان فعلا يعني ان الواحد يجي النهارده ويشارك ويدعو كل الدين والناس كلها تتجاوب بالكلمه الاولى النهارده. اعتقد ان ده فخر لينا كمصريين كلنا. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان المشروع القومي الكبير ده يخدم كل الاجيال اللي جايه وان شاء الله يحقق طفره لبلدنا باذن الله. كانت تتكرر الزياره مره اخرى في الفتره اللي جايه؟ اكيد نتمنى طبعا ان هي تتكرر، واحنا ما جئنا هنا هو رساله لكل الشعب المصري ان الناس تيجي وتساند وللناس تيجي وتدافع من النواحي المعنويه لكل الناس اللي بتشارك وبتساهم هنا موجودين. ده دور وطني لكل واحد يقدر يساهم، ولو مش قادر يساهم ماديا يساهم معنويا ان هو يجي يعني يسعد الناس دي ان هو يقول للبلد كلها ان احنا وراكم وندعم المشروع القومي كده. الدعم المعنوي اللي بيقدموه الفنانين والرياضيين لمشروعات مهمه زي دي اكيد بتدفع عليهم فئات وطبقات الشعب ان هي بتدعمها دي المشروعات ماديا ومعنويا. ايه رايك في الفكره؟ انت طبعا عندك حق 100%، لان النهارده اعتقد اي نجم النهارده الناس بتحبه والناس بتثق فيه والناس بتصدقه لما بيجي وبيقدم رساله زي دي. اعتقد ان الشعب كله اعتقد ان جمهوره بيتفاعل معاه والناس اللي بتحبه بتتفاعل معاه، وهي دي الرساله اللي احنا بنقدمها. احنا النهارده موجودين هنا عشان نقدم رساله للناس كلها، نقول ان احنا قياديين وان احنا كسبنا يعني طبعا بعد يعني رضا ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنقول حب الناس ده حب الناس ده. احنا بنترجمه الرساله ان احنا نقول للناس ان احنا بندعم بلدنا وبندعم اي مشروع قومي وبندعم اي حاجه فيها تفيد وطننا، فبالتالي احنا علينا دور كبير. واعتقد ان احنا تواجدنا هنا دي اقوى رساله لتدعيم مشروع كبير زي ده. شكرا.